أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
Thank you.
وبرا
سددت يمي فيما قلت وابدعت فيما احكمت وقلت قولك الحق انك على كل شيء قدير. ايها السادة استمعنا الى ايات الله البينات تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد احمد مسيوني قارئ بالاذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد العارف بالله سيدي احمد البدوي والمقيم بسبرتين مركز طنطا بمحافظة الغربية. كما ذكر حضرات السادة الكرام على ركيب الاصوات الغربية والهندسة الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى تطلب المحلات الحاج حسن منى محل المرحوم مركز طنطا.